هل يأثم الإنسان إذا حفظ شيئا من القرآن الكريم ثم نسي بعضه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، إنه تجب العناية القرآن الكريم تعلما وتعليما وتلاوة وتدبرا وعملا بأحكامه، لأنه هو الصراط المستقيم وهو المنهج القويم له الله للاهتداء به والعمل به واتخاذه الحجة بين العبد وبين ربه. هذا هو المقصود تجاه القرآن الكريم. من حفظ القرآن أو حفظ شيئا منه فقد أوتي نعمة عظيمة، يجب عليه أن يحافظ عليها وأن يكثر من تلاوته، وذلك لغرضين: الغرض الأول حصول الأجر، أجر التلاوة، قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول الكلام من حرف ولا من حرف ميم الحرف، ولكن لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الشيء الثاني من المقصود بالتلاوة تثبيت القرآن في الذاكرة، قد قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل بعقولها. يحتاج إلى تعهد تكرار للتلاوة حتى يثبت. ومن الأغراض أيضا أن تلاوة القرآن وسيلة للعمل بما فيه، وسيلة لتدبره وتفهمه والعمل بما فيه. تلاوة القرآن فيها مصالح عظيمة، فإذا نسي الإنسان القرآن أو نسي شيئا منه فإنه يكون قد فقد نعمة عظيمة، الواجب عليه إعادة ما نسيه من القرآن ومعاودة تلاوة القرآن، لأن بعد الإنسان عن القرآن وانقطاعه عن تلاوة القرآن يسبب قسوة قلبه ويسبب غفلته. أما إذا أكثر من تلاوة القرآن وارتبط به فإن هذا يزيده علما ويلين قلبه ويربطه بالقرآن الكريم. ونسيان القرآن مصيبة، فقد لنعمة عظيمة، لكنه لا يؤاخذ على هذا أو يأثم بسبب ذلك، ولكن يكون قد فقد نعمة عظيمة، عليه أن يسترجعها وأن يستدرك ما حصل منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.